السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 12 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تطرقنا في الدرس السابق إلى أول أبواب كبائر اللسان، وعلقنا على باب التحذير من شر اللسان، ثم باب ما جاء في كثرة الكلام، ثم باب التشدق وتكلف الفصاحة. وسنتكلم اليوم تعليقا على عدة أبواب، أولها باب شدة الجدال. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شدة الجدال، وقول الله تعالى: وهو ألد الخصام. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. الجدال أيها الإخوة على قسمين: قسم مذموم وهو ما كان في باطل أو فيما لا فائدة منه مما يسبب النفور والعداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا الذي هو من كبائر الذنوب وهو الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى. والقسم الثاني ما كان لبيان الحق وهو محمود لقول الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: وهو ألد الخصام، ألد أفعل تفضيل من اللدد، وهو شدة الخصومة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، في الصحيحين. والبغض سببه ما يسببه الجدال من النفور والشقاق بين المسلمين، فإن كثرة الجدال من صفات المعرضين المبغضين. قال الله تعالى: وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، حينما ضرب المنافقون مثلا والكافرون مثلا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن قرأ سياق الآيات علم أن الكافرون والمنافقون إنما يجادلون في باطل. فالجدال كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان في باطل أو فيما يسببه من النفور والشقاق والبغضاء بين المسلمين. وأما إذا كان في حق فإنه محمود لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وكثرة الجدال أيضا مذمومة لأنها توقع في الباطل، ولذا جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. ثم تطرق المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي إلى باب من هابه الناس خوفا من لسانه، وقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. أنتم اليوم أيها الإخوة ألا تجدون من الناس من يكون بذيء اللسان، فاحش اللسان وفاحش الفعل؟ ألا تجد من الناس من يتحاشاه الآخرون لبذاءة لسانه، لفحش قوله وفعله؟ هذا هو الذي ينطبق عليه هذا الباب وهذه الأدلة التي فيه. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، وإنما يفعل ذلك الهامز واللامز احتقارا لغيره. والمسلم يجب عليه أن ينظر إلى نفسه وإخوانه بأنهم كيان واحد وجسد واحد كما جاء في الحديث.
وانظروا إلى التعبير الذي قال الله فيه في سورة الحجرات: ولا تلمزوا أنفسكم. انظروا كيف عبر بقوله أنفسكم، لأن المسلم إن لمز أخاه المسلم فكأنما يلمز نفسه، لأن المسلمين جسد واحد، فمن لمز أخاه فإنما يلمز المسلمين. ولا تلمزوا أنفسكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه، الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. وهذا دليل على أن الناس يوم القيامة على مراتب في الخير والشر، واتقاء فحشه أي لأجل قبح فعله وقوله، أو لأجل مجاوزته الحد الشرعي قولا وفعلا. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة، أنك إذا جلست في مجالس أو ذهبت إلى أماكن معينة تتحاشى بعض الناس اتقاء فحشه أو لبذاءة لسانه، فهذا الشخص هو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع. ما هي المداراة؟ المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا، بخلاف المداهنة التي لا تجوز مطلقا، وهي بذل الدين لصلاح الدنيا. فلا حرج على الإنسان أن يكون مداريا لغيره، لا حرج على الإنسان أن يكون مداريا لغيره، وهذا من لينه وسهولته وقربه إلى إخوانه، وسيأتي معنا بيان الندب لذلك. قال المناوي رحمه الله تعالى: قال بعضهم: أخذ من هذا الخبر وما قبله أن ملازمة الرجل الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقاء لشره من الكبائر. ومما يؤسف له أيها الإخوة أن كثيرا من الناس يرى هذا الأمر قوة في الشخصية وحنكة في التعامل، وللأسف الشديد الأمر على خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما في الصحيحين. بل أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، مجازاة لهم من جنس فعلهم جزاء وفاقا، وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فكما أنهم كانوا يتكبرون في الدنيا على الخلق ويرون أن الفحش وبذاءة اللسان تسبب لهم المهابة، أذلهم الله جل وعلا يوم القيامة وأهانهم فحشرهم كأمثال الذر جزاء وفاقا. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الباب التالي، وهو باب البذاء والفحش. قال: باب البذاء والفحش. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي. وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل. وفي بعض النسخ: كل قريب هين لين سهل. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن البذاء والفحش من كبائر الذنوب. والبذاء أيها الإخوة هو قلة الحياء، البذاء هو قلة الحياء. والفحش ما تناهى قبحه، وقد سبق معنا بيان ذلك. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، سبق وأن بينا أن الزور في الباب الأول إن كنتم تذكرون أن الزور كل قول أو فعل باطل يخيل الشيء على خلاف حقيقته. والمقصود في هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين. وإذا مروا باللغو، سبق معنا بيان اللغو من الكلام.
وإذا مروا باللغو مروا كراما، يترفعون عن قبيح الألفاظ ولا يردون القول إلا سلاما إلا سلاما، فإما أنهم ينصرفون عنه فلا يجيبون عليه، وإما أنهم يجيبون عليه إجابة سالمة من الأذى والقبح كما سبق وأن بينا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان، أي عيابا للناس، ليس المؤمن بعياب للناس، ولا اللعان أي الذي يكثر اللعن، واللعن هو الطرد عن رحمة الله. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس يلازم اللعن، يلازم اللعن حتى على أشيائه الخاصة، وحتى على أبنائه وزوجته وأصدقائه وغير ذلك، تجده ملازما للعن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، حسنه الترمذي. وقوله ليس المؤمن ليس نفيا للإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان، فمن فعل هذه الصفات انتفى عنه كمال الإيمان، وهذه الأمور هي منقصة للإيمان بلا شك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش، لا شك أن حسن الخلق تمنع صاحبه عن الكلام السيء والبذيء والفحش، أليس كذلك؟ وإذا أردت أن تعرف الإنسان حسن الخلق أو لا، ألا تنظر إلى كلامه؟ هو أول أمر تعرف منه أن الإنسان حسن الخلق ولا لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أول علامة من علامات سوء الخلق الفحش في القول وبذاءة اللسان. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والحديث الأخير لمسلم عن جرير من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وسأذكر لكم قصة الحديث الأول، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. مر قوم من اليهود كما عند البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقالوا السام عليكم، أي الموت عليكم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون السام ولعلها تفهم السلام. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت بل عليكم السام واللعنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله وعليكم، ثم قال يا عائشة، وتنبه يا عائشة مه، فقالت يا رسول الله مه يعني قفي إلى هنا، قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، قال سمعت وقلت وعليكم، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يعني انظروا إلى هذا المقام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في جانبه الرفق. واليوم بعض الناس لا يريد أن يرفق بإخوانه بأبنائه ببناته بزوجته بأصدقائه، لماذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الرفق في هذا المقام، أتريد أن تمتنع عن استخدام الرفق مع مقام هو أقل من ذلك المقام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأخير ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار، تحرم على كل قريب هين لين سهل. أن تجد من الناس اليوم إذا ذهبت إليه وفاتحته في الموضوع هين لين قريب سهل، تفاتح في هذا الموضوع وأنت تتكلم معه بكل أريحية، أليس كذلك؟ وتجد من الناس فظا غليظا لا تأتيه تتحاشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قريب، بل نهاه الله أن يكون فظا غليظا، ولو كان فظا غليظا لانفض الناس من حوله، ولو كنت فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القول، كنت فظا غليظ القلب، سأتذكر الآية، ولو كنت فظا غليظا لانفض الناس من حولك، غليظ القلب لانفض الناس من حولك. إذن هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قريب وسهل. وبعض الناس لا يريد أن يكون كذلك، يريد أن يكون له شخصية وقوة وحنكة في التعامل ويبتعد عن الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على القوم وهو منهم فلا يعلم أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هين لين سهل قريب. وهؤلاء هم من تحرم عليهم النار فلا يدخلونها. ولو تأملت أيها الأخ المسلم هذه الآثار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه الأبواب التي ذكرها
المصنف رحمه الله تعالى: لعلمت أن أصل الحماية من هذه الكبائر حفظ اللسان وكثرة الصمت، أليس كذلك؟ وأن سبب الولوج في هذه الأمور هو كثرة الكلام كما مر معنا في الأبواب الثالثة. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما أورد في جامع بيان العلم وفضله، يقول: ولو يكون الكلام في القياس من فضة بيضاء بلا التباس، إذن لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. وأنت اليوم أيها الأخ المسلم تجد بعض الناس من معرفته بالفصاحة والبيان يزين الباطل فيجعله حقا، أليس كذلك؟ ويوهمك بالباطل بالحق عفوا فيجعله باطلا. ولذلك عليك أن تتنبه، ليس كل إنسان عذب اللسان يتكلم بالحق، وأنت إن كنت عذب اللسان فاستخدمه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وإياك أن تستخدمه في الجدال والشقاق والخصومة وبما يغضب الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت تقل قيء الزنابير. هو كله العسل، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. إذن انتبه أن تستخدم هذا اللسان فيما يغضب الله تبارك وتعالى، وتلف القول لفا كما مر معنا لتجعل الحق باطلا أو الباطل حقا. واحفظ لسانك وامتثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لذلك القادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.